الموضوع بتاتا، وكنت بقفل على الموضوع ولا حد شاف ولا حد درى، ولكن للاسف في ناس كثير يستغلون هذه الفرص وصوروا الحادث ووثقوه ونشروه في يعني انتشر في كل مكان. ما بقي احد ما تواصل معي ولا كلمني للاسف، وما قاعد ارد لاحد. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء ما شاء فعل. شخص يعني خان امانه وبدون علمي وانا نايم اخذ سياره وصار اللي صار، وراحت السياره تشليح وودعت الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله في الحديد ولو فينا ودفعت بلا ان شاء الله. ولكن حبيت اقول لكم انا ما فيني شيء للعافيه، انا فعلا كنت نايم، ما كنت ادري على الموضوع بتاتا، وصحيت على اللي صحيت عليه الحمد لله على كل حال. شكرا لكل احد تواصل وسال، والله يسامح كل شخص قاعد يوثق ويصور وفجع ناس كثير وفجع اهلي وفجع ربعي وفجع، ولكن الحمد لله على كل حال. بس حبيت اطلع واقول لكم الكلام والحمد لله. ادري والله كثير منكم الله يجزاكم خير قاعد يجتهد ويحاول انه يخدمني، خلاص صراحة يعني السياره راحت، التامين ما في راحت، الحمد لله الحمد لله. الواحد يقول الحمد لله على قد ما